تفضل. في موضوع السحر ده مثلا يا شيخنا، انا مشيت للزول اللي بيعمل السحر ده عشان يعمل لي عمل يزول مثلا العب مني اشطر مني اي حاجه، درجه تاثير العمل في الزول اللي انا عملته فيه والسحر ده مثلا، واكيد هل في تاثير؟ ولو في درجه التاثير بتاع العمل ده في الزول؟ نعم في تاثير يا جماعه. السحر اصلا هو عباره عن ما خفي ولطف سببه، ده في اللغة. أما في الشرع عقد وتعوذات ينفس فيها الساحر فتصيب المسحور بالمرض أو الجنون أو الموت، أو تفرق بين الرجل وزوجته. ربنا قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن ربنا قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فبيأثر يؤدي للجنون، مرة تزول جن عملوا له سحر جن وغادي يموت، يمرض يموت. ولما انسحروا النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة رضي الله عنها قالت كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. وده إذا كان أثر تأثيره أثر على الرسول عليه الصلاة والسلام، معناته تاني ممكن يأثر عليه زول. لكن يا جماعة شدة التأثير وقلته بيختلف حسب نوع السحر وحسب إيمان الإنسان المسحور ذاته. إذا كان إيمانه قوي فالتأثير بيكون شنو يا جماعة؟ أخف. وإذا كان كمان بيذكر الله كثير طوالي بيذكر ربنا، والذكر ما يهو النوبة والنطة، ده ما ذكر، ده رقيق ساكت، ده ما عنده علاقة بالدين. أنا بتكلم عن ذكر الله، كان بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكده، والأذكار اللي أنتم بتعرفوا أستغفر الله وأتوب إليه وغيرها من الأذكار. فالزول إذا كان بيذكر ربنا كثير مهما عمل له سحر ما بيأثر عليه ذاته كثير، أو قد ما يأثر عليه أصلا، لأنه في الحديث الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس له الشيطان. فالزول إذا بيذكر ربنا كثير وبيقرأ قرآن وبرقي لنفسه بروح السحر، بروح. وأنا أنبه كمان الواحد ما يكون معمول له سحر ويمشي للفوكية، لأنه هم ذاتهم سووا السحر. ولا كمان الجماعة اللي بيقول لك نحن في ناس ثانيين ما فوكية، لكن يقول لك افتح لك مركز يعلق يافطة، دي الأيام دي يعني انتشروا، لأنه بيقوا في عطالة وما في شغل وما لاقي له إغامة يمشي السعودية وما لاقي له وظيفة، طوالي يعلق يافطة مركز الرضوان للعلاج بالقرآن واستخراج الشيطان، الجلسة الخاصة ب5 مليون والجلسة العامة ب2.5 مليون، الصوش والمصحف كله ب300 جنيه. فده كله باطل يا جماعة، ما عنده علاقة بالدين، ده زول نصاب ودار ياكل قروشك بس. الرقية سهلة، ما إلا شيخ فلان داك وشيخ علان، أنت براك لو قريت سورة الفاتحة دي رقية، واسمها الشافية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقرأ بإخلاص بنية خالصة الله بيشفيك، موضوع انتهى. ما موضوع صعب يا جماعة، الفاتحة دي بيزور محافظة، الموضوع ما صعب. اسمها الشافية سورة الفاتحة، اسمها واسمها الكافية. والصحابي رغى بها لسيد القبيلة لما عضته عقرب ولا دبيب، رغى له والفاتحة دي بس، ما زاد منها أي صورة ثانية، بس بيقرأ وبيدفل طف، بيقرأ وبيدفل طف. قال فقام زعيم القبيلة اللي لدغته عقرب ده كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط طق فكه، قام طوالي ولا فصد لهم على العقرب ذاته، قام طوالي مشى بس الفاتحة. الرسول عليه الصلاة والسلام برضو لدغت وعقرب، فجاب موية، موية العادية دي بملح، وبقى يكبها في محل اللدغة ويمسح ويقرأ بسورة الكافرون طوالي قام فات. دي الناس عندهم إيمان، ما إلا تمشي لزول يغشك يقول لك في 13 شيطان قاعد جواك، هو شنو ذاته؟ ومرق واحد وفضل 11.5، كذاب ساكت، داري يوهمك، بيعمل لك يقول لك في شياطين كتار ليه؟
لأنه الجلسة بخمسة مليون مثلا. لما نقول لك في 13 شيطان ويقول لك الليلة مرق واحد بخمسة مليون يعني، فضل 12 في خمسة بكم؟ 60 زائد خمسة الأولى القبيل 65 مليون. دي اللي تحولوا له بنكا. فدي ناس مجارمة وناس مستهبلين، ما تمشوا لهم دي ذاته ما تمشوا لهم. كان قال لك أنا شنو ولا أنا تابع لأنصار شنو ولا غيره، برضو ده ذاته دجل من نوع تاني يا جماعة. وراكبين بيع عربات هيروغية ولا شنو هي؟ ده كله ما صح يا أخي. لو ما بتعرف تقرأ قرآن ذاته قلت يا رب يا الله يا شافي أشفيني، دي رغية كافية وشافية، ما بيحتاج ذاته كلام كثير. لكن هم بيطولوا لك الموضوع بيوهموك عشان تجيوا تاني وتجيوا ثالث وتجيوا رابع. وكمان أقول لك أنت عارف السحر ده شكله معمول في البيت كله، ما أنت واحد بخمسة، أهو البيت كله ده كيف حيكون بكم؟ تجيب له البنات أوعك تجيب بيت لي شيخ، والله أنا أكلمك أوعك تجيب لك بيت لي شيخ بيورتك ورطة عمرك ما تنسى، لما تخش التراب ما تنسى إطلاقا. دول مرضى قرأ لي يا أخي، ما هو ده المصحف قاعد في البيت، مصحف ذاته مجانا قرأ لي وخلاص انتهى الموضوع. نعم.